حسام كان بيعمل ايه هنا؟ بيته يجي فيه وقت ما هو عايز. لا ده مش بيته، ده بيت ناس محترمين، مش بيت لواحد زيه. ما تقولش كده على اخوك. لا هقول، حسام خلاص يا ماما بقى من اكبر تجار السلاح اللي في البلد، وحط ايده في ايد دياب اللي قتل مراته وابنه. لا واستغل خبرته في الشرطه وفي الداخليه عشان يسهل له عمليات التهريب. اظن ده اكبر دليل ان سجنه ما كانش صدفه ولا ظلم. حرام عليك، ما تقولش على اخوك كده. هي دي الحقيقه اللي انت بتحاولي تنكريها. كفايه بقى، كفايه، حرام عليك كفايه. انت لسه برضه مش مصدقه؟ ماشي، بس انا يوم ما اقبض عليه وادخله السجن تاني هتصدقي ساعتها. عاوز تقبض على اخوك يا محمد؟ اه يا ماما هقبض عليه، ما قداميش حل تاني، ده الحل الوحيد اللي قدامنا عشان العيله ترفع راسها في وسط الناس. لو اخوك كان غلطان المفروض انك تقف جنبه وتعقله وتحميه من شر نفسه، مش تقبض عليه عشان ترقيه ولا على هوا. يا خساره عمري اللي راح عليكم، يا خساره تربيتي فيكم، يا خيبه املي فيكم، يا خيبه املي فيكم. الف سلامه، في ايه؟ تامر ماله؟ اتاخرت ليه يا منير؟ انا جاي على بلوش. حبيبي يا ابني مالك؟ الواد يا اخويا مش ولا بد، جسمه كله بيوجعه، حرارته فوق ال 40 ومن شويه كان بيخطر. ما اتصلتيش بدكتور او مستشفى او اي حاجه؟ قلت بعلي بالي اعمل له كمادات يمكن يروق عليها وحرارته تنزل، بس ما نزلتش يا اخويا، ما نزلتش، ما نزلتش. كمادات ايه وهباب ايه؟ لازم نتصل بدكتور باسباب باي حاجه تيجي بسرعه. اسمعوا رجاله، قبل ما يوصل بوبو مع حامد انا بكره ان شاء الله مسافر عشان انفذ اللي اتفقنا عليه. ما بلاش يا جدران، الناس دول موزيين، كفايه اللي عملوه فيك. بعدين احنا معانا فلوس كتير قوي ممكن نتاجر بيها في الحلال. حلال؟ الحلال هنا صعب، صعب ومتاخر يا دولار الكلام اللي انت بتقوله ده. صدقني لسه عندنا الفرصه، افتكر قناعاتك واحلامك. طول عمري احلامي بسيطه وما حققتش ولا حلم منها، وكنت دايما اقول سوء الحظ سوء الحظ سوء الحظ، لكن الحقيقه ان انا غبي، انا طلعت غبي. بس انا خايف عليك يا جنرال، مش عايزك تروح مننا. خافش ولا ضرر، قبل ما العب مع الاسد هسلسله. مستر حامد ابو قلب جامد يا ريس. اهلا، ازيك يا سليم؟ ايه حكايتك بقى؟ العد التنازلي بدا وفات 24 ساعه من المهله المتحدده، ولا رحت نيابه ولا اعترفت ولا يحزنون. ايه ايه هتضايقني ليه؟ ناوي احسن بيها، بس كنت برتب اموري، انت عارف الموضوع ده فيه سجن. بكره ان شاء الله هطلع على النيابه واقول لهم على كل حاجه. ماشي يا عم حامد، واحنا هنستنى لغايه بكره، بس سورة هتفضل معانا، واذا فكرت ما تطلعش على النيابه بكره وتلعب بديلك، الصور دي بقى هتروح لمراتك وعيالك واسرتك الكريمه كده ويعملوا عليك حفله، وبرضه هتخش السجن. بكره هطلع على النيابه واقول لهم على كل حاجه. ايوه اطلع النيابة احسن ما يطلعوا عليك القرافة، ولعله خير ان شاء الله. ان شاء الله. بالسلامة يا حامد، وصل الباشا بوب. طمني يا دكتور. تامر ابني اخباره ايه دلوقتي؟ للاسف بعد عمل الأشعة والتحليل اكتشفنا إن هو مصاب بالتهاب فيروسي حاد المخ، وده مرض شديد الخطورة. يا لهوي، وده جاله منين بس يا دكتور؟ يا مدام الفيروسات موجودة حوالينا وفي كل مكان، ممكن يتصاب بيها أي إنسان وفي أي وقت. طب وهنعمل إيه؟ على العموم إحنا بنديله أدوية عشان نسيطر على الحالة، وربنا يسهل. عشان خاطرك أبوس إيدك، عشان خاطر يا دكتور علوم، علوم خلوه يعيش ليا. أنا عارف، أنا عارف إن أنتوا تقدروا تعالجوه، وبعدين قولي الصراحة، لو مش قادرين قولي، أنا أبوه، أنا أبوه أوديه بره، يتعالج بره في الخارج، أصرف عليه اللي هو عاوزه. للأسف أنتوا اتأخرتوا على ما جبتوا الحالة، وحصل مضاعفات كتير جدا في المخ. يعني إيه؟ يعني اللي هيعملوه الدكاترة بره مش أكتر من اللي إحنا هنعمله، ابنكم دلوقتي بين إيدين ربنا، وادعوا له إن ربنا يشفيه ويهون عليه. يا رب. يا رب يا رب يا رب يا رب، ما تأذينيش في ابني.
ايه؟ عارف يا رب ان انا غلطت في حقك كتير، لكن سامحني. ما تاخدش مني ابنك. ابني سندي، ما تأذنيش فيه. ضميري بيأنبني يا فندم، لأني ظلمت. عشان كده أنا جاي أكفر عن ذنبي وأعترف، حتى لو اعترافي ده هيعرضني للعقوبة يا فندم. يا ريتك توضح أكتر. بصراحة يا فندم أنا ظلمت زميلي المقدم حسام الهلالي لما شهدت عليه وقلت إني شفته وهو بيستلم شنطة فلوس من تجار السلاح. أنت واعي لكلامك ده؟ أيوة يا فندم. الحقد عماني وخلاني عايز انتقم منه. ده معناه ان انت شهدت شهادة زور. اعملوا فيا اللي انتوا عايزينه يا فندم، المهم رايح ضميري واكفر عن ذنبي قدام ربنا. يا دكتور طمني، تامر ابني عامل ايه دلوقتي؟ بقى لله. لا دكتور، لا دكتور، انت بتضحك عليا. تامر عايش يا بابا، انت بتكذب عليا يا دكتور. ايه ده؟ شد حيلك. تامر ما ماتش. الف مبروك يا حسام. سعادتك عرفت امتى؟ لسه الخبر جاي لي حالا ان حامد غير شهادته، وكنت هكلمك عشان اهنيك واقول لك ان احنا معاك وفي ظهرك. دلوقتي بقيتوا معايا وفي ظهري يا فندم؟ طب سؤال معلش، كنتوا فين لما حصل لي اللي حصل لي؟ يا فندم انتوا خليتوا بيا وضيعتوني، ومحدش فيكم واقف جنبي عشان اثبت براءتي. نساعدك ازاي يا حسام واحنا جهه تنفيذيه مش جهه تحقيق؟ وبعدين كان في شهود ضدك في القضيه. ايوه كان في شهود ضدك، والقانون لازم ياخد مجراه. حتى لو القانون ده مش هيحقق العدل، حتى لو هيظلم واحد بريء زي يا فندم ويترمي في السجن 3 سنين، 3 سنين يا رفعت بيه. القانون بيحكم بالادله والشهود، وانت كان موقفك ضعيف في القضيه، لكن بعد حامد ما غير شهادته بقى في امل، امل كبير انك ترفع قضيه رد اعتبار وتسترد كرامتك ونرجعك شغلك وتاخد المكانه اللي تستحقها. ياه سعادتك لسه فاكر يا باشا؟ متاخر قوي، الكلام ده فات اوانه. انا جيت لسعادتك بس عشان اثبت لك ان انا كنت صح وانتوا كنتوا غلط. بس هنعمل ايه؟ للاسف احنا في زمن عشان تثبت فيه صح لازم رجلك تيجي في الارض. تقصد ايه؟ حامد يا فندم، حامد اللي حضرتك بتقول ان ضميره صحي فجأة وخلاه يغير شهادته، ما صحيش من نفسه يا باشا، ولكن ظابط منبه عشان ضميره يصحى. امال ايه؟ انا يا فندم دورت وراه ومسكت عليه حاجات توديه في 60,000 داهية وخيرته، يا اما يروح يغير شهادته ويقول انه شاهد في حقي زور يخش السجن، يا اما فضحته تبقى بجلاجل ويتخرب بيته قدام مراته واولاده وبرضه هيخش السجن، بس مش عشان الشهاده الزور، عشان الرشوه. رشوه؟ ايوه رشوه سعادتك. المرتشي الحقيقي يا فندم هو حامد مش انا، لكن هنعمل ايه؟ للاسف اليومين دول بتوع الحراميه الشطار اللي يعرفوا يعملوا اللي هم عايزينه ويأمنوا نفسهم ويستفوا ورقهم وما يسيبوش وراهم اثر، والقانون ما ياخدش معاهم لا حق ولا باطل. انما اللي زي حالات يا فندم اللي عايشين بقلبهم سهل قوي تفصل لهم البدله على مقاسهم بالسنتي ويروحوا في شربه ميه. كنت فاكرك هتفرح بالخبر ده وشغلك وحشك وهترجع وتطلع طاقتك. الطاقه هتطلع يا فندم، ما تقلقش عليها. لو ما طلعتش في الخير تطلع في الشر، طلعتش في اليمين هتطلع شمال. انا عارف ان انت مريت بظروف صعبه، لكن ده ما يخليكش تفقد ثقتك في نفسك وايمانك بربنا. ربنا
ربنا يسامحنا ويغفر لنا جميعا يا فندم. عارف يا رفعت بيه، بني ادم مننا لما بيغلط يبقى شايف الغلط في اوله كبير، بيكبس على نفسه بالليل، ما بيعرفش ينام، لكن مع مرور الوقت بيتعود، بيبقى الغلط حته منه وما بيعرفش ينام غير لما ياخده في حضنه. ربنا يسامحنا يا فندم ويسامحكم. السلام عليكم يا باشا. تامر مات يا عفيف، ابننا مات، ابننا مات يا عفيفة. مش المفروض كان يفضل عايش لغاية ما يدفن أبوه؟ لا، أبوه دلوقتي هو اللي بيدفنه. معقولة؟ معقولة كده يا ربي؟ معقولة؟ أيوة معقولة. هو أنت عايز تفضل تأذي في خلق الله وربنا يسيبك؟ كنت عايز تموت شلبي جوزي، أهو ربنا انتقم منك في ابنك. حرام عليك يا مديرة أختي، حرام عليك، أنا مش مستحمل مشوارته خالص. ويكون في علمك شلبي حكى للحكومة على كل فضايحك، وقبضوا على مليكي صاحبك، وقال إن أنت حرضته على قتل شلبي، ولسه البوليس هيجي يقبض عليك دلوقتي. لا لا يا مديرة، مش وقته خالص. سيبيني طب الاول ادفن ابني واعمل اللي انت عاوزاه. خلي بالك رحمه، تعبته نسلك في قلبك حنيه شويه يا ابني. مات مات مات، ربنا رحمه منك. انا جاي ابلغ حضرتك اني نويت اخلص من دياب واحط ايدي على السوق كله. فاذا الطمع شو؟ فضيلة. ما سمعت. الطمع فضيلة يا بروف. تعرف اني كنت معجب فيك كتير، يظهر اني بلشت حبك. ده شرف ليه؟ هيدا الحكي الحلو او بلا كل الحكي. واضح انك مخطط وراسم كل شيء. الفترة الجاية محتاج ان الواحد يخطط بعناية يا مستر البير، فترة حساسة لازم عشان نكوش على السوق كله لو عايزين. شو المطلوب يا حسام؟ نزود كميات السلاح الخفيف، مثلا كلاشينكوف 762 حصل، سنايبر 308 حصل، بامب اكشن التركي بالذات عشان حصل، عاوز اسرائيلي حصل، شويه طبنجات 9 ملي بقى سي زد على جلوك على كل، انت فاهم؟ حصل. وشو رايك بشويه قنابل وذخيره زياده معهم؟ زياده الخير خيرين، مش هقول لا، بس يا ترى حضراتكم حمل الكميات دي من السلاح طاقتكم تسمح؟ شوف يا حسام، نحن تجار أسلحة بالجملة، يعني منشتري بالجملة ومنبيع بالجملة، مش فاتحين كياكين لنبيع بالمفرق. يا سلام، أحب الاحتراف في الشغل. اهدي يا حبيبتي، حاولي تنسي، ربنا يخلي لك بنتك. يا ماما أنسى إيه ولا إيه؟ أنسى إنهم قتلوا لي جوزي، ولا أنسى إن أنا ابني مات؟ أنسى إيه؟ أنتِ ما كنتيش عايزة من الأول. ارحمني يا رب.